فدلوقتي انا عندي محل واخويا عنده محل، واحنا الاثنين بنتاجر في سباكه يعني. ولكن احيانا في بعض الاحيان انا بحتاج منه شيء او هو بيحتاج شيء، فبيتصل عليا تليفونيا وبيجي الزبون ياخد الحاجه من عندي او من عنده بالعربيه وبيمشي على طول، بس هو ما بيمشيش حاجه في محله عنده هو. هل كده في مشكله ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه المسألة داخلة في مسألة بيع ما ليس عندك. هل كلمة ما ليس عندك ليس في حوزتك أو لست بقادر على تسليمها؟ فهذه جزئية. جزئية أخرى وهي أن النبي نهى عن بيع السلع حتى يأويها التجار إلى رحالهم. نهى عن بيع السلع حتى يأوي التجار إلى رحالهم. انتبه معي لهذه الجزئية الدقيقة. ورد الحديث بلفظين: نهى عن بيع الطعام حتى يأويه التجار إلى رحالهم، واللفظ الآخر نهى عن بيع السلع حتى يأوي التجار إلى رحالهم. الحديث بلفظة السلع ضعيف مش معلول، والصواب الطعام. فجمهور أهل العلم يرون إذا كان المبيع طعاما ومن ثم سيكون معرضا للتلف لازم أن تنقله إلى رحلك قبل أن تبيعه، أما إذا كان سلعا فدب الخلاف في ذلك. وأنا مع أهل العلم القائلين في شأن السلعة، إذا كنت مالكا لها ولو لم تكن في دكانك لكنك تملكها، تملك التصرف فيها وقادر على تسليمها، جاز لك أن تبيعها ولو لم تضمها إلى رحلك. والله أعلم.